تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيس مجلس النواب والوفد المرافق لها، افتتح صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يقام تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. من المنتظر أن تلقي معالي رئيس مجلس النواب اليوم كلمة أمام رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تؤكد من خلالها على أهمية التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية في كافة المحافل الدولية لتعزيز دور ممثلي الأمة العربية في العمل العربي المشترك لنصرة قضايا الأمة العربية ومواجهة التحديات الراهنة.